نعم، ومعنا من الدوحة قائد عملية اختراق البريد الإلكتروني للرئيس السوري بشار الأسد عبد الله حاجم الشمري، الذي كانت تتحدث عنه صحيفة الحياة قبل قليل، والتي أجرت معه حوارا صدر في الصحيفة اليوم. إذا أستاذ عبد الله حاجم الشمري، بداية لو تشرح لنا منذ متى بدأتم في متابعة تلك الرسائل البريدية الخاصة والإلكترونية للرئيس بشار الأسد؟ مساء الخير لك وللست ألمى ولضيوفك الكرام. أولا أنا كنت حاب أتكلم عن موضوع الحرب الإلكترونية، هذه محطة أصبحت وراءنا. نحن بدأنا مع بداية الأحداث، كانت البداية أنه نشارك بالمظاهرات، ولكن لسوء حظي بما أنها كانت مظاهرات طيارة أنها لا تستمر طويلا وتكون في الأطراف، وأنا كنت أسكن في قلب دمشق، فكنت للأسف أتي متأخرا. فكان لدينا مجموعة من الأصدقاء اللي حاولنا أن نفكر بطريقة أخرى، المظاهرات إلى أهلها، نحن المفروض أن نستنهض جميع الهمم والقدرات، عندنا طريقة أخرى. فكان واحدة من الأفكار اللي عرضت للدراسة هو اختراق الإيميل الخاص لبشار الأسد، واللي أوريدي أنا كنت حاصل عليه عن طريق يعني صديق كان يتابعني من خلال مقالاتي، وكان عنده اعتراض على المقالات لأنه كان فيها شوية حدة، ولكنه اكتشف مع الوقت أنه كان فيها رؤية استراتيجية، فحب يتصل ويتواصل معي، فحكى لي أنه اللي عم تكتبه كثير قوي وأنا ما فيني بوصله، لكن أنصحك لأنه فيها أشياء أنا لمستها، فيها أشياء استراتيجية وعم تحكي عن 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 استقراء للمستقبل، فأنا بعطيك الإيميل الشخصي وأنت بطريقتك حاول، ولا وأنصحك لا لا يعني لا تعبر عن شخصيتك لأنه الكلام، أو خفف من اللهجة. نعود إلى الدوحة وقائد عملية اختراق البريد الإلكتروني للرئيس السوري بشار الأسد. معنا عبد الله حاجم الشمري، الذي كان يحدثنا عن كيف بدأت هذه العملية وكيف انطلقت. لو ننتقل إلى موضوع المتابعة الذي كنا نسأل عنه للرسائل الإلكترونية للرئيس الأسد، منذ متى بدأ وكيف تم اختراقه؟ زي ما تفضلت لك، كان عندنا بدأنا تقريبا بنهاية 4، وبصراحة تفاجأنا لسهولة عملية الوصول إليه. نهاية 4 من العام الماضي؟ نعم، نهاية شهر الرابع من العام الماضي، يعني مع انطلاق الاحتجاجات فورا. نعم، مع بداية الاحتجاجات بدايتها، وكنا داخل سوريا وكنا نتخوف، تعرف الأمور هذه، لأنه هذا يبقى اختراق بريد الشخص الأول، وكان عندنا الهدف أنه نخرج خارج سوريا مشان ما نكمل المهمة، والحمد لله استطعنا أن نتوفق. كان أول مرة اختراق للإيميل، ثم بدأت عملية الأقوى والأصعب وهي اختراق السيرفر، ووجدنا فيه ما وجدنا، من ضمنها كمان كان إيميل زوجة الرئيس بشار الأسد، وكان برضو أصدقائه المقربين منهم سليمان معروف، هذا رجل الأعمال أو الواجهة المالية للأسد بشكل مباشر. وحتى طب أنتم نشرتم الكثير من هذه عبر وسائل إعلام، هل لديكم ما يزال رسائل لم يتم الكشف عنها ونشرها؟ الاختراق، أنا اكتشفنا أنه الاختراق، أنا اكتشفت في نهاية شهر 8 أنه الاختراق لم نكن نحن فقط، ولكن كان في جهات أخرى أيضا تشاركنا، ولكنها للأسف كانت تصعب علينا المهمة لأنها كانت تمارس العملية بطريقة ليست احترافية، كانت بتترك في شيء اسمه بالسيرفر لوج فايل، فكانت تترك أنه في جهات أخرى، وكان تولى عملية تنظيف الموضوع هذا، وهذا معقد المهمة. من هي تلك الجهات؟ هل يعني توصلتم لاكتشافها؟ أنا من خلال الآي بي، كان هناك من دولتين خليجيات، نعم كان في دولتين خليجيات كانت تشاركنا، وهذه بدأت ب 25/8، في 25/8 بدأت جهتين، أنا استطعت أن أعرف وأحدد واحدة من الجهات بطريقتي الخاصة، الجهة الثانية لم أستطع. طيب لكن نعم، طيب تقول انه لديكم المزيد كثير من نعم تفضل. نعم تفضل. ما تم تسريبه هو الجزء اليسير، في هناك اسرار كثيره ترتبط بدوائر
معقدة وكواليس وزواريب مظلمة لم يتم نشرها بحسب حسابات الجهة الناشرة. كل جهة لها حساباتها. لكن كان في بداية الثورة، نعم كان في تواصل مع أكثر من جهة، كان في يعني أنتم الآن لديكم بعض تقولون الفضائح ورسائل التي لم تنشر حتى اللحظة. نعم. هل ستقومون بنشرها؟ هذا ما أعمل عليه، ولكن بدون ضغوط. نحن لدينا هدف، نحن ثوار ولسنا تجار، عندنا رسالة. هذا يعني أنكم تتعرضون لضغوط حاليا بخصوص عملية النشر؟ بشكل غير مباشر، نعم بشكل. أن الضغوط لها أشكال، منها أن فقط عندما تمنع من نشر ما تريد أن تنشره لتوصل الحقيقة، لكي يعرف أهلنا في الداخل ماذا يدور في الكواليس المظلمة. أنا أؤمن أن الدول لها مصالحها، ولكن الأمور في سوريا تجاوزت المصالح، الجرائم تجاوزت حتى ما يمكن أن نسميه حروب إبادة أو حروب وحشية أو همجية. إذا توفرت الوسيلة الإعلامية التي تكون بالفعل محايدة، لا يمنع. نحن بالنهاية ثوار ونريد أن نوصل، وجزء مهم من رسالتنا هو أنه أنا أطمح أن أكشف الوجه الحقيقي لبشار الأسد لمن لا يزال يعتقد بأنه فيه أمل. يعني لأنه في بعض الجوانب التي أنا أعتقد حطيها بين قوسين أقرب إلى الجزم، لو وصلت بالشكل المطلوب أعتقد أن هناك كثير من اللي ما يسمى بين قوسين الأغلبية الصامتة سوف تغير نظرتها لهذا الشخص، لأنه هناك كثير من الزوايا التي لم تصل. هذا ما أريد أن أسأل عنه، يعني هل هي هذه الرسائل والفضائح كما تقولون على المستوى الشخصي وأيضا على المستوى العام؟ للأمانة أنا كنت أتحاشى التطرق للمواضيع الشخصية، وهذا جزء من البداية للمشاكل اللي حصلت، أنه في الإعلام للأسف أنه يبحث عن الإثارة. لكن نحن ثورة، الإثارة لا تهمنا بقد ما يهمنا توصيل رسالة لكشف ماذا يعني أن يكون هذا الرئيس بهذه المواصفات. يعني عنده انحطاطات، عفوا يعني للأسف غير طيب. سيد غير يعني شمري، هناك عندما تم الحديث عن هذه الرسائل في وسائل الإعلام لأول مرة والكشف عنها، تم نفي الموضوع جملة وتفصيلا من دمشق، وقيل بأن هذا الإيميل مفبرك وموضوع. ما الذي يثبت أن هذه الإيميلات الرسائل صحيحة؟ نعم أنا أقدر أؤكد لك بألف طريقة. أول شيء الدومين نفسه، الدومين هو الشهبة كم، من يملك الدومين هو سليمان معروف. إذا إما أن يكون سليمان معروف الواجهة المالية للرئيس بشار الأسد متآمر ضده، أو أنه في أشياء معلومات كثير تطرقوا لها. أنا لو أتيحت الفرصة سأناقش من ضمن النفي أو أساليب النفي. الدومين هو الشهبة.com، من يملك الدومين هذا الشهبة.com هو سليمان معروف، وهو مستضيف على نفس الدومين بالمناسبة شركة هوندا اللي هو وكيلها. فهنا لا يمكن إلا يعني لا يمكن إذا كان الدومين تابع للجهة معينة إلا بإعاز من الجهة نفسها تم إنشاء البريد الإلكتروني. نعم. إذن بالإضافة أنا موثق عمليات. للأسف إنه اللي حصل هو اختراق للاختراق. نحن اخترقنا مرتين، اخترقنا بشكل غير مباشر، واخترقنا يعني أنا بس أوضح نقطة باختصار لو سمحت. غربت بعد كل اللي ولا السيد عبد الله حاجم الشمري، يبدو أن الانقطاع يعني انفصل مرة أخرى، لكن نشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة.